هما اليوم يعني تنهضروا على ان الحكومه المغربيه ولا الدوله المغربيه رافعه مجموعه من التحديات لاستقطاب ولا تحقيق مجموعه من الخطط لاستقطاب يعني الاعداد مضاعفه من السياح، وتخلقت لها مجموعه من الاموال الطائله. ولكن للاسف يعني خصوصا بمدينة الدار البيضاء تنلقى واحد المشكل اللي هو كبير، وتحولت الدار البيضاء بالنسبة للنقل السياحي اليوم تحولت إلى نقطة سوداء. والغريب في الأمر أنه هذا الصراع يعني يتجدد من حين إلى آخر، إلى أنه أصبح عادة بالدار البيضاء خصوصا أمام الفنادق. احنا كفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تنعتبر هذا الصراع صراع مفتعل، يعني تيديروا بعض الاشخاص اللي يعدون على رؤوس الاصابع محسوبين على سياره الاجره بطبيعه الحال، ومدفوعين من ناس اخرين لا علاقه لهم بالقطاع. هذا شيء خطير جدا. بالتالي الفيدراليه الوطنيه للنقل السياحي ارسلت مجموعه من الجهات المعنيه وبشكل عاجل، والتدخل عاجلا يعني لاحتواء هذا الصراع، لانه من العار ومن العار انهم يعني تعود بهذه السلوكيات يعني السلوكيات اللي هي مشينه ملاحقات داخل الشارع العام. والغريب في الامر ان يعني بعض الاخوان اللي مرابطين بعض امام بعض الفنادق اللي هي معروفه بالدار البيضاء يعني يمارسون صفه ضبطيه، يعني راه ما من حقهمش يعني يتبعوا سيارات النقل السياحي في الشارع العام، لان راه يعني هذا الشيء يعاقب عليه القانون. بالتالي كما قلت يعني راسلنا الجهات المعنيه، منها رئيس الحكومه، منها وزير الداخليه، وزير النقل، وزيره السياحه، وكذلك يعني المدير العام للامن الوطني، والوكيل العام الملك لدى محكمه النقد، رئيس النيابه العامه. يعني التدخل عاجلا للحد من هاد ولا لاحتواء هذا الصراع المفتعل كما قلت، لان هو صراع غير مبرر. خاص الناس ولا العقلاء ديال سيارات الاجره يتدخلوا، ولا الحكماء ديال هذا القطاع يتدخلوا ويبينوا للناس مجال الاشتغال ديالهم. يعني راه مجال اشتغال سيارات الاجره معروف، وما نطيحوش في واحد الصراعات اللي هي مجانيه، صراعات لا فائده منها لا لصالح المهنيين ولا لصالح الدوله. الدار البيضاء هي اصبحت نقطه سوداء بالنسبه للنقل السياحي. احنا معروفين انه اي يعني فتره كيتسجل فيها شي صراع بحال هكا كنعرفوا انه كاين في الدار البيضاء وكاين في بعض الفنادق، يعني راه معروفين. والغريب في الامر ان هاد السيده مثلا اللي وقع عليها مشكل في الدار البيضاء، لان حنا الاخت سلوى لان هي صاحبه شركه وعندها قوانين يعني محترمه لدفتر التحملات، محترمه جميع الضوابط، وحنا كمكتب فيدرالي راه ما يمكنش نتخلاو عليها، لان يعني ما دام انها تمارس المهنه في اطارها القانوني يعني راه ما يمكنش يعني كنأزروها وكنعلو المؤازره الغير المشروطه لها، لان هذا من واجب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اللي تطالب دائما في احترام القانون، وتطالب كذلك يعني احنا تنطالبوا بوقف جميع السلوكات الغير المسؤولة من نقل سري وحوايج اخرين اللي تيضروا بجميع القطاعات المهيكلة. بالتالي خاص كما قلت يعني الجهات المعنية تدخل لاحتواء هذا الصراع. وما بالنسبه للاجتماعات راه مجموعه من يعني كنطرقوا من حال الى حال ولا من اجتماع الى اجتماع كنطرقوا لهذه المسائل، خصوصا بوزاره النقل، لان هذا الشيء خاصنا ما نهضروش عليه، كان علينا ما نهضروش على هذه المسائل، وانما خاصنا نفكروا في امور اخرى اللي غترجع لنا فعل القطاع السياحي بصفه عامه والدوله ديالنا بصفه عامه.